عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يسأل عن طريقة لضبط النحو، فيقول تدرج من الأجرومية والمتم ثم المتممة ثم قطر الندى ثم شذور الذهب الأزهرية الألفية، فأجد نفسي في حيرة وفي تعب وتشتت كثير وكبير. مسألة عبارات الماتن وفك العبارة، وهذا يعبر عن الماضي بتعبير، وهذا يعبر عن الماضي بتعبير، وهذا عن الأمر، وهذا قيد، فأجد نفسي مشتت. فمن الطرق الممتازة أن تتخذ كتابا شاملا للنحو، كتاب شامل للنحو، ومن أميز ما كتب المعاصرين النحو الواضح. النحو الواضح كتب للمدارس، وهو للمرحلة الابتدائية، وفي جزء للمرحلة الثانوية، للعالمين المصريين رحمهم الله علي الجارم ومصطفى أمين، وله عدة طبعات، ومن أميز طبعاته طبعة الرسالة بتحقيق محمد مرابي المحقق الشهير، هذا مجلد للمرحلة الابتدائية، وهذه طريقته. يعني يأتيك بالكلام ملون ومرتب، يأتونك الآن بالعنوان، بالعنوان فعل، ثم يعطونك الأمثلة، نفس طريقة المدرسة في دروس اللي هي كتب القواعد والنحو عندنا في السعودية، جرى الكلب وقف الرجل، ثم بعدين يعطونك شرح لهذه الأمثلة.